السلام عليكم، برحب بكل الحضور معايا النهارده. انا عارف ان الميعاد بس كان مفاجئ كده، الناس ما مش كل الناس قدرت تحضر نفسها وتحضر، بس ان شاء الله يعني الفيديو هيبقى بسيط وهيبقى واضح للناس كلها ان شاء الله. النهارده هناخد لسنتين وبيتكلم عن الكونفيجريشن. احنا ادينا ليها تنويه قبل كده اعتقد، النهارده هنتكلم عنها باستفاضه. الكونفيجريشن ازاي من موديل واحد اقدر اعمل كذا كونفيجريشن منه، ان اغير دايمنشن معين او اعمل سبريس الفيتشر معينه فيديني شكل تاني خالص من الموديل فيه تغيير بسيط. كله موجود في موديل واحد، وده بيسهل عليا لما مثلا اجي اعرض على عميل كذا موديل من بارت واحد. يعني هنتفرج مع بعض دلوقتي ازاي نقدر نعمل الكونفيجريشن لكذا لموديل واحد ويدينا ايه كذا موديل. اول حاجة هنفتح السوليد اوبن، هنفتح لسنتين كيس ستادي تمام كده، وهنفتح كونفيجريشن اوبن، هيفتح لي البارت اللي احنا شايفينه قدامنا ده. يعني لو حد كده ياخد باله سريعا، ده اكنه لوكر، باب بتاع لوكر اللي هو بتاع الطلبه ده، او بتاع لما بتروح اي نادي يعني بيبقى فيه لوكر كده، ده الباب بتاعه. طيب اول حاجه هنعملها، لو جينا بصينا كده على الشمال هنلاقي الديزاين تري بتاعتنا او الفيتشر تري بتاعتنا اللي على الشمال. هبتدي شايفين البار ده بيقسمها لي اتنين، هنبتدي نشد كده لفوق، هنسيب أول واحدة فوق ديت عشان يبقى فيها الفيتشر بتاعتي، تاني واحدة دي هفتحها على الكونفيجريشن، تاني واحدة دي هفتحها على الكونفيجريشن تمام كده. دي حاجة يعني ده الشكل اللي انت لما تفتح البار بتاعك هتلاقيه موجود عندك. خلاص مش هتلاقي فيها اي كونفيجريشن، هو الديفولت كونفيجريشن بس. احنا مهمتنا ايه؟ مهمتنا ان احنا نبتدي نعمل ليها كذا كونفيجريشن، نبتدي نعمل البارت ده كذا كونفيجريشن. طيب خلاص كده، يبقى احنا عملنا سبليت للويندو وهنبتدي ايه نكريت الكونفيجريشن بتاعتنا. طيب اول كونفيجريشن هنبتدي نكريتها هي الفوليوم كنترول. هاجي كده على الفيتشر بتاعت الفوليوم كنترول وهسلكت بالكليك شمال، وبعد كده كليك يمين وهعمل ايه كونفيجريشن ايه فيتشر كونفيجريشن فيتشر. هيفتح لي الويندو اللي انتم شايفينها ديت، مكتوب عليها الكونفيجريشن نيم، واعمل فيها او معلم لي على الفوليوم كنترول ديت ان انا مختارها الفيتشر بتاعتي، وبيقول لي انت هتعمل لها سبريس ولا عايز تعمل معايا. فانا اول حاجه هكريت بقى الكونفيجريشن بتاعتي، هعمل اول حاجه كونفيجريشن هسميها 100 سي كده، هي اللغه عندي اصل عربي. هرجع اعمل رينيم للكونفيجريشن اقول له 100 سي بالعربي تمام، اقول اوكي، بعد كده اعمل 100 اس تمام، يبقى 100 سي و100 اس، وبعدين 200 300 400. خلاص اي حد بقى عايز يسال اي سؤال، الصوت مش واضح الكلام ده كله، الناس على طول ايه الناس على طول معايا، احنا مش عددنا كبير فنقدر نخلي الايه المحاضرة تفاعلية أكتر، بحيث لو في حد عنده أي سؤال يسألني على طول. تمام كده، أنا كده خلصت الكونفيجريشن المفروض أعملها. عايز أعمل من كل موديل ايه من كل من البارت ده الكونفيجريشن دي 8 كونفيجريشن، 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام كده. طيب
الخطوه الثانيه بقى ان انا اثبت الكونفيجريشن بتاعتي ديت عشان يعني اعمل لها سيفنج، يعني عشان لما اجي اقفل تبقى موجوده عندي في تيبل. فهسمي تحت هنا كده زي ما انتم شايفين، هسمي هنا اسم التيبل بتاعي، هو مديهولي في الباوربوينت اسم فين اسم التيبل او اس بي كي ار افتكر. خلاص بس اوكي، وهعمل ايه؟ هعمل ايه؟ سيف تيبل فيو، سيف تيبل فيو، هسيبه خلاص كده. وهعمل هنا ماشي ابلاي اوكي خلاص كده، انا كده عملت سيف. لو اخدنا بالنا هنا على طول، هنا ايه اللي حصل تحت؟ ايه اللي حصل على الشمال؟ بقى في تيبل، هنفتحه نبص نلاقي التيبل بتاعي اهوت الاس بي كي ار دوت خلاص، وفي عندي الكونفيجريشن بتاعتي كلها اهي. كان الاول ما فيش غير الايه؟ الديفولت كونفيجريشن، لا دلوقتي بقى فيه ال 100 سي وال 100 اس وال 200 وال 300 وال 400. طيب انا كده في اي حاجه هتبقى تتغير؟ لا مفيش اي حاجه تتغير، لان انا لسه ما غسلتش الجدول بتاعي باي داتا. فابتدي افتح تاني التيبل بتاعي. طيب ايه بقى تاني مطلوب؟ احنا كده عملنا اول حاجه مطلوبه مننا ان احنا عملنا الكونفيجريشن لكل الكلام ده. شوف بقى الخطوه اللي بعد كده، هنكسباند التيبل خلاص كده، وهندبل كليك بقى على كل الفيتشر اللي انا محتاج اضيفها للتيبل بتاعي واعمل لها ايه؟ كونفيجريشن خلاص كده. فهو قال لي انت هتضغط على الفيتشر تويتر راوندد وتويتر ريكتانجلر اند تويتر، كل الفيتشر اللي شايفينها دي هنبتدي نضغط عليها ونضيفها للتيبل بتاعنا. احنا اول حاجه قال لنا عليها هي الفوليوم كنترول، بعد كده قال لي على تويتر راوندد، هدوس مجرد ما انا فاتح التيبل، مجرد ما انا فاتح التيبل وهدوس دبل كليك على الفيتشر هتضاف لي اهي تمام زي دي بالظبط كده. بعد كده قال لي هتضغط على ريكتانجلر هتضيف لي ايه تاني؟ تويتر دوم هتضاف لي في حاجه تاني؟ في قال لي سكتش 6 دوت، نشوف هنا قول لي ريتشارد مانشن زي انت ليه ماشي دي ادد سكتش 6 دي واحد خلاص. هنعمل ايه؟ سكتش 6 اللي هو هنا كده، هضطر بقى كده ايه ادخل دي كده على جنب، ركزوا معايا بقى في الحته دي شويه. ادي سكتش 6 هو انا لو دوست عليه كده دبل كليك هو المفروض ان هو اتضاف لي، بس هو انا عايز سكتش 6؟ لا انا مش عايز سكتش 6، انا عايز دي واحد في سكتش 6، دي واحد في سكتش 6 اهو، هضغط عليه كده دبل كليك، هو ده اللي انا عايزه في سكتش 6، مش عايز سكتش 6 كله، لان سكتش 6 فيه دي واحد وايه ودي اثنين ودي اربعه. طيب اي حد يا جماعه مش ظاهر عنده الكلام ده، اي حد مش ظاهر عنده الاسم يعني الاسم بتاع الدايمنشن، هنضغط على البانل ديت بتاعت الفيو ديت، وهختار فيو دايمنشن نيمز، فيو دايمنشن نيم تمام كده، واتاكد ان دي ايه متفعله خلاص كده علشان يظهر معايا اسم الايه اسم الدايمنشن. خلاص كده انا ضفت كل الايه كل الفيتشر اللي انا المفروض محتاجها ان انا هبتدي اعمل منها الكونفيجريشن بتاعي، وابتدي عند كل مربع عند مثلا ال 100 اس. اول حاجه خلينا في ال 100 سي، ال 100 سي عندي تويتر ريكتانجلر دي عامل سبريس وهنا سبريس، وسايب هنا الايه السكتش 6 دي واحد ده زي ما هو. يبقى هنيجي هنا ونعمل، طب همسح دي بقى ماشي، هعلم على ده كده او كليك يمين ده وهعمل له ديليت عشان ما اقعدش اطلعه. خلاص انا عندي في المية في المية سي ال التويتر ريكتانجلر والدوم دول معمول لهم سبريس. ايه تاني؟ في المية اس في عندي الفوليوم كنترول والاثنين تويتر دول معمول لهم سبريس. ال 200 سي معمول لهم سبريس، ال 200 اس كله سبريس ما عدا اللي في النص،
300 س. والسكتش كنترول ناخد بالنا بقت 15، واخدين بالكم انا بعمل ايه؟ انا بلعب في الدايمنشن نفسه، يعني بغير دايمنشن جوه السكتش عن طريق الكونفجريشن. 300 اس برضو 3 سبس 15، دي 300 اس. خمستاشر 400 سي، الاتنين دول سبريس والباقي زي ما هو. 400 اس سوري ديفولت، تمام. انا كده خلصت، اعمل سيف. لازم دايما اتاكد من سيف ديت للتيبل بتاعي، وهدوس ابلاي اوكي او اوكي على طول، يعني بس هو اللي هيتعود على كده. خلاص تيجي نشوف بقى كده، انا خلصت الكونفجريشن بتاعتي، ابتدي اشوف ايه اللي احنا واقف كده على الديفولت كونفجريشن اللي هي الرسمه اللي قدامنا او البارت اللي قدامنا ده. هو طبعا حاطط فيه كل الفيتشر عشان اشتغل عليها بعد كده بالكونفجريشن اطلع منها اللي انا عايزه. فاول كونفجريشن اللي هو 100 اس بس، لما ادوس عليه دبل كليك هيفعله لي. هنلاقي ده شكل اللوكر بتاعي. هو عمل ايه؟ هو عمل ايه؟ هو ابتدى ينفذ اللي انا قلت له عليه، عمل سبريس الاثنين فيتشر دول، ودول اللي انا مديله الاوردر بتاعهم عن طريق الجدول لو احنا فاكرين، تمام؟ طيب الفيتشر اللي بعديها هنا قال لي لا، هو الموديل بتاع ال 100 اس من غير الهول اللي كانت هنا. اللي بعديها الشكل بتاعه كان كده اللي هو ال 200 سي. اللي بعديها من غير الهول. اللي بعديها 300. خدنا بالنا ايه اللي حصل؟ خلينا نفتكر ال 300 دي احنا مغيرين فيها الايه؟ مغيرين فيها الدايمنشن، كان 20 بقى 15، فلما بقى 15 عمل ايه؟ اتغير معايا. يعني كان لا، يعني لو جينا كده بصينا على سكتش 6، بصوا دي بقى واحد، مش ده كانت دي واحد، كان ب 20، دلوقتي بقى بكام؟ ب 15. لما وقفت عليه بالماوس اهو كاتب لنا الدي واحد سكتش 6 اهوت بقى ب 15 في الكونفجريشن دي، انما هو قبل كده كان ب 20. هختار الكونفجريشن ال 300 اس، هنلاقي الهول اختفت. بعد كده ال 400 سي ده من غير السلوت اللي كان فوق، عمل هول هول. و 400 اس من غير الهول اللي تحت. كده انا من بارت واحد قدرت اعمل 8 كونفجريشن ب8 اشكال مختلفه لنفس البارت، واقدر اطلع 8 رسومات مختلفه من نفس البارت ب8 شيب مختلفه، بدل ما اقعد احسب البارت كله من الاول وجديد. انا بس غيرت شويه فيتشر فيه، عملت لها سبريس وغيرت شويه دايمنشن وكده، حسب بقى ما الديزاين بتاعك عايز بتبتدي تسهل على نفسك عن طريق استخدام الكونفيجريشن. اتمنى تكون منطقه الكونفيجريشن كده وضحت، وازاي استخداماتها وبقدر استفيد منها ازاي. ويعني نطبق كده سريعا، ولو في حد عنده اي سؤال انا معاكم، معاك 5 دقايق كده. طيب يا جماعة، في حد عنده سؤال طيب في اللي فات؟ طيب نكمل؟
حد عنده سؤال في اللي فات؟ طيب تمام. خلصنا كده الكونفيجريشن، هنعمل حاجة جديدة أو هنتعرف على حاجة جديدة. هنفتح البورت سوكيت. هنتعلم ازاي نعمل يوزنج للجلوبال فاريبل والايكويشن. هنتعلم النهارده في الخطوه الثانيه بعد ما اتعلمنا الكونفيجريشن، هنتعلم النهارده يعني ايه جلوبال فاريبل ويعني ايه استخدم الايكويشن في الايه السوليد وورك. ايه هي الجلوبال فاريبل؟ هي الفاريبل بتبقى حاجه عامه كده بنقدر نربط الدايمنشن ببعضيها عن طريق استخدامها. يعني ممكن عن طريق ان انا اغير حاجه في الجلوبال فاريبل دي اقدر اغير الديزاين كله بتاع الايه البارت بتاعي. بس ده بقى مش بعمل منه كذا اديشن، ما هو نفس البارت اللي انا شغال عليه بغيره كله تمام كده. او بربط الدايمنشن ده عن طريق ايكويشن معينه ببعض تمام. تعال نشوف هنعمل ده ايه ازاي. الاول هنفتح البارت اللي احنا لسه فاتحه دوت اللي هو السوكت ده تمام كده. هنا بياكد على الموضوع الفيو الدايمنشن او فيو السكتش سكتش نيم الدايمنشن نيم يعني كلام اللي انا قلتها لكم في الاول، وهي موجوده يا اما في القائمه اللي انا قلت لك عليها او في القائمه من كلها من فيو والهايد اند شو، ومنها هنجيب الايه الدايمنشن نيم اهي دايمنشن نيم. نتاكد ان هي متفعله، وبعد كده برضو في النوتس في الانوتيشن نفتح نوتس ونتاكد برضو ان التلات حاجات دول ايه مضغوط متفاعلين معانا، الديسبلاي انوتيشن والشو ريفرنس دايمنشن والشو ريفرنس انوتيشن. ماشي كده. نراجع تاني اهو، انا عندي ال dimension عندي متفعلة بتيجي من هنا برضه view hide and show اهي dimension name تمام كده. ولو جينا فتحنا ال annotation note هندوس كليك يمين، لازم نتأكد ان التلاتة دول متفعلين و automatically place into one to have you. اوكي تمام نكمل. هفتح الايكويشن، احنا متعودين ندور على الايكويشن فين؟ كيو في السيرش على طول عشان ما اشغلش بالي هي موجوده في اي حته. يطلع لي الايكويشن، اول حاجه مكتوبه عندي فوق الجلوبال فاريبل. الجلوبال فاريبل طيب ايه المطلوب مني؟ هنفتح الايكويشن ونكتب حاجه في الجلوبال فاريبل اسمها طيب اي اكروس فلات كروس فلات تمام. يبقى احنا هنضيف global variable اسمه cross flat تمام. مندوس enter هنقلني على السكشن اللي بعديه، هي القيمة بتاعته قد ايه. هنرجع هنا هنقول له القيمة بتاعته ب 15 مللي، 15 ايكوال 15 اوكي. هو كده خد الجلوبال فاريبل اسمه كروس فلات دوت وخلى قيمته بكام؟ ب 15. هقول له اوكي. طيب هبتدي اربط بقى الدايمنشن بتاعتي دي بالكروس فلات. يعني ازاي؟ هبتدي اعمل دبل كليك على الدايمنشن، دبل كليك افتح لي دايمنشن كده بالموديفاي بتاعها يعني، هدوس ايكوال
وهنزل يا اما بالارو يا اما بالماوس على الجلوبال فاريبل، وهقول له ايكوال ايه الاكروس بتاع اللي هو 15. لو ما دوستش على العلامه الصح دي وانا كده ما بعملش اي حاجه، لازم اتاكد ان دوست هنا فهو هيبتدي ياخدها. هتلاقي العلامه هنا اتغيرت اللي هي علامه الكره الارضيه دي، هو كده خد الايه الجلوبال، سواها بالجلوبال فاريبل. لا ليه بتاكد من كده؟ علشان اتاكد ان هو ربط الدايمنشن ده بالجلوبال فاريبل. شايفين علامه الايكويشن اللي ظهرت دي الاحمر دي كده؟ هو ربط الدايمنشن ده بالجلوبال فاريبل. والدايمنشن الثاني برضو هبتدي اقول له اربطه لي بنفس الجلوبال فاريبل. يبقى انا كده الاثنين دايمنشن بتوعي بقوا ايه؟ دايمنشن واحد دي واحد في سكتش واحد ودي واحد في سكتش اتنين، الاثنين بقوا ب 15 والاثنين مربوطين بنفس الجلوبال فاريبل. هنعمل ريزلت. خدنا بالنا ايه اللي حصل؟ طبعا المكان بتاع السوكت ده ابتدى يوسع لان كان 11 بقى 15. طب ايه اللي اتغير؟ هنلاقي عندنا في فولدر زاد هنا كده، ده ما كانش موجود. بقى لما نخلص يبقى راجعوا الفيديو هتلاقي الفولدر ده ما كانش موجود، زاد الفولدر بتاع الايكويشن. انا ابتدي استخدم الجلوبال فاريبل. طيب هعمل كده وهقول له مانج ايكويشن عشان يفتح لي الفايل ده تاني او يفتح لي الويندو دي تاني. هنلاقي تحت في الايكويشن ضاف لي ايكويشن ان دي واحد بيساوي الكروس فلات، دي ايكويشن، وان دي واحد في سكتش اتنين بقى بيساوي الكروس فلات، وقيمتهم كام؟ 15. خلاص كده. طيب انا هرجعهم تاني 10 معايا كده، اول ما ادوس اوكي الناس تبص كده تركز ايه اللي هيحصل. هينفذ على طول وهيرجع لي تاني الدايمنشن بتاعي ل 10، الاثنين مع بعض. تمام، لان الاثنين خلاص بقى مربوطين بايه؟ بجلوبال فاريبل واحد. طيب ايه تاني؟ اهو تمام. الخطوه اللي بعد كده هنبتدي نربط دايمنشن تالت، بس هنضيف عليه حاجه تانية. هنربط الدايمنشن التالت اللي هو السلندر ديامتر، سلندر ديامتر تمام كده، هنربطه بالكروس فلات ولكن هنضيف عليه 6 مللي. تعال نشوف هنعمل ده ازاي. برضو بمنتهى البساطه يعني هنقف على الدايمنشن، هندوس دبل كليك، هنقول له والله ال 25 ديت احنا هنمسحها ونكتب مكانها ايكوال، وهفتح الجلوبال فاريبل هديني الكروس فلات، هقول له بلس 6 وهقول له اوكي. شايفين علامة الايكويشن دي؟ لان دي كده عملها لي ايكويشن جديدة، هقول له اوكي. هو كده ربطها لي بالايه؟ الكروس فلات، وخلى لي الفاي كام؟ 16. كانت كام؟ كانت 25، بقت كام؟ 16، اللي هي الكروس فلات اللي هو ال10 زائد الستة اللي انا اديتها له، بقى توتالي 16. ريبيلد تمام كده. ما بس الايه الكمبيوتر عندي بطيء شوية. تمام كده، هو عمل كده خلى لي الفاي الخارجي بتاعي 16 اللي هو السلندر ايه دايمتر. تمام. طيب تعالوا بقى نجرب نغير الكروس فلات على طول. تمام، نجرب نغير الكروس فلات على طول لخمسة لكام؟ يعني نخليه مثلا 20 هنا، 20 20. هنغير الكروس فلات على طول، خش هنا مانج ايكويشن ونغير ده، هنخليه 20 ونقول له اوكي. عمل ايه؟ غير الاثنين دايمنشن دول، وفي نفس الوقت غير لي الايه الفاير الخارجي. يبقى انا كده ربطت الدايمنشن الداخلي تمام بالايه بالخارجي. تمام كده، كل ده موجود في ايه في ايكويشن، او ربطته بجلوبال فاريبل واحد وما بثلاثه ايكويشن. هنلاقي نفسنا كده لما عملنا موضوع السلندر دايمتر ضاف لي الايكويشن الثالثه ان السلندر دايمتر بيساوي الكروس فلات بلس 6.
تمام. وزي ما انت عايز بقى تضيف دايمنشن، قصدي تضيف ايكويشن، او عايز تظبط الديزاين بتاعك زي كما تشاء من عن طريق الايكويشن والجلوبال فاريبل، بيسهل عليك كتير قوي قوي الموضوع ده، لان انت ممكن من كليكايه واحده في الموديفيكيشن، لو عايز تعمل موديفيكيشن بعد كده للديزاين بتاعك من عن طريق كليكايه واحده، تقدر تغير الديزاين من شيء لشيء تاني خالص، تمام. ودي كده منطقه الايه الجلوبال فاريبل. اي اسئله؟ ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أي باشمهندس، هو مش شرط يبقى كلهم مربوطين بنفس الإيكويشن صح؟ ممكن أعمل أكتر من إيكويشن على نفس الديزاين بتاعي. باشمهندس عمر معايا صح الأول؟ ها ماشي يا باشمهندس. اه طبعا مش شرط يبقى كلهم على نفس الجلوبال فاريبل، بس يعني دي الأصعب يعني، فاحنا بندي الأصعب شوية بحيث إن هي تبقى، ما ممكن أعمل هنا 100,000 جلوبال فاريبل يعني، ما أنا ممكن أعمل إيه؟ وهديله حتى ممكن ما اديلوش يعني، يعني اديله اي رقم كده. انت معايا شايف ال ايوه معاك. اه هندوس اوكي، هنقل على اللي بعديها هسميه بي، وهقول له بيساوي 2 مثلا، سوري 2 كده زي ما انا عايز. تمام وبعدين تمام اربط ايه يعني كل دايمنشن ممكن اسميه حاجه، يعني ممكن كل مجموعة دايمنشن عاوز اربطهم ببعض احطهم في equation بحيث ان انا لما اعمل modify على واحد يتعمل على كله. بالظبط كده. انا بس بديك تمام الطريقه، وانت هتبدا بقى عن طريق الديزاين بتاعك عايز ايه، انت تقدر ده. بس ايه، انا بنور لك ان في حاجه هنا تول هنا تقدر تستخدمها بالشكل الفلاني يعني. تمام تطبيقها بقى تمام طبعا بيختلف بقى من واحد للتاني. اوكي حلو ماشي يا هندسه، ما شاء جديده دي. الله. ها الدرس النهارده اعترف بتاع النهارده اعترف. الدرس بتاع كله بتاع النهارده من اوله جديد بالنسبه لي. طيب زي الفل. ماشي يا باشمهندس ماشي، هنكمل برضو في حاجة برضو تانية بس. طيب نكمل يا جماعة. نخش على آخر حاجة معانا في الدرس بتاع النهاردة، هنستخدم البارت ده، الوركينج كونفيجريشن ده او كونفيج. خلاص كده، ايه بقى اللي هنعمله؟ هنبتدي حاجة، نستخدم حاجة اسمها ايه، فين، ايوه ال editing board that have a configuration. يعني ايه؟ يعني هو في اصلا عندي انا بارت مسجله في اللايبراري بتاعتي، خلاص كده، يا اما انا مسجله يا اما في حاجات جاهزه سوليد هو ايه هو مسجلها لي، خلاص كده. طب يعني ايه؟ يعني هو بارت في كونفيجريشن، انت اول ما بتدي له السطح او الايدج او الهول او البوينت او ايا إن كان انت عامل له كونفيجريشن على ايه، اول ما بتديها له هو بينزل يحط نفسه في المكان ده. يعني ايه يحط نفسه؟ يعني يعمل يكريت فيتشر، يعني هو بيخش اول ما تشاور له على ان انت هتنزل في المكان ده بيكريت فيتشر. ايه الفيتشر؟ يا اما بيعمل اكسترود كات، يا اما بيعمل سويب كات، يا اما بيعمل سويب بوز او اكسترود، ايا كان بقى الفيتشر اللي انت ايه عاملها له. هنبتدي ان ايه نطبق اللي انا بقوله ده دلوقتي. هنفتح الديزاين لايبراري في السوليد، ودي انا عاملها كده متعمد، هفتح الديزاين لايبراري مش هلاقي غير التول بوكس، تمام كده. وده مش ده اللي انا عايزه، انا عايز الديزاين لايبراري، تمام كده. طب دي هنعمل فيها ايه؟ حلها حاجه من الاثنين. اول حل ليها ان انا هعمل اد فايل لوكيشن من هنا، مركزين معايا، هيفتح لي الكمبيوتر بتاعي، هخش على السي، لازم بروجرام داتا دي عشان تظهر معاك لازم تكون حضرتك عامل فيو ذا هيدن فايل من بره، تمام كده، عشان تظهر دي معاك البروجرام داتا، لان ده فايل هيدن، لو انت مش عامل فيو ذا هيدن فايل مش هتظهر معاك. تفتح البروجرام داتا، تدور على السوليد وورك، تفتح السوليد وورك، سوليد وورك 2020، هنلاقي الديزاين لايبراري، وهقول له اوكي. خدنا بالنا ايه اللي حصل؟ ضاف لي الديزاين لايبراري عندي هنا في التري ديت. هفتح الديزاين لايبراري
وهختار الفور مين تول تقريبا ولا فيتشر. فيتشر، والفيتشر دي هناخد اهي. نبتدي بقى نمشي مع الباوربوينت يعني. الكي ست، هنفتح الفيتشر والانش ومنها الفلويد باور بورتس انش، وبعدين الفلويد باور بورتس هيفتح لي الاثنين بارت دول. الاثنين بارت دول واخدين كونفيجريشن اوريدي، معمولين بكونفيجريشن. يعني ايه؟ هنشوف. هبتدي اختار اول حاجة عندي الشكل ده او المكان ده، وهحط فيه البارت ده. تمام. طب قبل ما اعمل كده هفتح الكونفيجريشن، وهاجي هنا كده وهعمل اد كونفيجريشن، وهنسميها كي ست. كي ست خلاص كده. دي طريقة تانية لإضافة الكونفيجريشن يعني. كي ست. اوكي، ممكن نكتب اي ديسكريبشن ليها لو احنا عايزين يعني، شورت يعني. اتس اوكي. عمل لي الكي ست خلاص كده، فانا كده واقف على الكي ست. طيب هفتح بقى الديزاين لايبراري بتاعتي، واختار الاس اي اي دوت الموديل ده. تمام. هسحبه، هدوس كليك شمال وافضل دايس عليه كده، هسحبه معايا، هقربه من الايه، من المنطقه دي كده، اوقف في المكان ده كده، واشيل ايدي من على الكليك شمال. هيفتح لي الايه، الكونفيجريشن بتاعته. انت هتختار انهي واحد. تمام، هختار اي واحد، ونفترض ان هو هيبقى اخر واحد. خلاص، قال لي هيبقى شكله عامل كده، بس محتاج له الريفرنس. ما هو لازم يبقى ليه ريفرنس، هو عايز الايدج الريفرنس بتاعته، فهقول له والله الريفرنس بتاعتك الايدج دي، هيبتدي يحطه لي في مكانه. وندوس ايه؟ اوكي. لو كده، لو خدنا بالنا كده هو عمل ايه؟ هو لو كده، لو ركزنا كده، هو عمل اكسترود كات، هو انشا فيتشر اكسترود كات بالدايمنشن بتاعه البارت ده اللي انت اديته له، او الكونفيجريشن اللي انت اديته له، وحط نفسه في المكان اللي انت تشاور له عليه. طالما اديت له الريفرنس ايدج دي، هو عارف ان هو من الريفرنس ايدج دي مثلا هيسيب، ولنفترض 2 3 5 مللي زي ما هو متظبط، وهينزل يحفر نفسه مكان ويحط نفسه في الايه، في المنطقه دي بالعمق اللي هو برضو متظبطها. تمام كده. ممكن نعمل سيكشن فيو عشان نشوفها من جوه، اهو شكله عامل كده. تمام. نكمل ايه تاني؟ الخطوة اللي بعد كده هنبتدي ناخد ده استكمال اللي انا عملته يعني. هو هنا اختار حتى يعني موديل تاني غير اللي انا مختاره، مش مشكلة، المهم يعني ان الفكرة وصلت يعني. هنختار البارت التاني على الجزء اللي هو المربع ده. هنا خدوا بالنا ان هو مدينا ان اللوكيتنج دايمنشن، هو انت هنا كمان ممكن تعدلها يعني، اللوكيتنج دايمنشن انت ممكن تعدلها. طيب هو احنا هنا مختارين انهي، هنختار اول طيب ثانية بس نوصل للمرحلة دي، وبعدين هنفتح اللايبراري، هناخد الجزء ده. تمام. هندوس كليك على الفيس ده. هو مختار هنا بقى انهي واحد، ال 516 ده في 24. تمام. هيفتح لي الادجات، هقول له والله الادجات هي انهي هنا. الادجات اهي، هناخد الايدج دي والايدج التانية. ناخد بالنا هنا على الشمال ايه اللي بيحصل، لوكيتنج ايدج هنا خلاص خدت الاول علامات استفهام، هو مش فاهم، بعد كده علمها لي، وبعدين هنا اللوكيتنج دايمنشن هنا هو المفروض اتنين يعني نص
نص انش. فين الثانية؟ دي انهي؟ اتش. طيب هنطلع على الادج الثانية. تمام، دي نص ودي نص، خلاص ماشي. هو ممكن بس يبقى فيه اختلاف في الايه، في الكونفيجريشن، يعني ممكن نعدلها. على التاني او اختارنا كونفيجريشن تانية ممكن تكون انسب، يعني ما قدرتش تدبل كليك وخلاص فتح لي ال سوري يا جماعة، ثانية واحدة أنا كده هضطر أفتح السوري التاني بدل ما أقفل البورت. قفلت السوري. هاي التاني اللي انا عملته. هنختار ال edge دي تاني زي ما احنا قلنا، هندوس اوكي، وبعدين الفيس التاني ده هنختار منه كل التاني. دي اول configuration، يعني ممكن نختار مثلا دي أكبر من الحاجة. يعني أنا عايز حاجة تكون صغيرة بس شوية. عشان يبقى شكلها عبارين. ونظبط الكونفيجريشن بتاعها. تمام. بعد كده يعني ايه، انت بقى تظبط يعني كل حاجه حسب الكونفيجريشن بتاعها. دي جايه يمين شويه، انت بقى تظبط الكونفيجريشن حسب ما انت عايزها. يعني المهم ان انا عندي ان الفكره وصلت بتاعت ان انا ازاي اقدر استخدم بارت من اللايبراري وعنده كونفيجريشن وابتدي احطه عندي في الموديل بتاعي على طول، من غير بقى انا كاريز البارت واقعد بعد كده اعمل له شورت كات وبعد كده ابتدي اعمل له عندي اسامبلي بقى، او احاول ادخله في البارت ده بشكل يعني المفروض ان احنا نتعلمه في الايه، في الادفانس دي يعني. تمام، ودي كده اخر حاجه معانا النهارده. لو في اي حد عنده اي اسئله انا معاك. اي اسئله؟ هو سؤال مش هو برضه عن الديزاين لايبراري، بس مش ازاي اضيف، ازاي انا اصمم اكسترود كات او اي حاجه او اي شكل انا عاوزه واضيفه للديزاين لايبراري. لا ده درس كامل في الكورس اللي جاي بقى ان شاء الله. يعني ده درس كامل في الكورس اللي جاي برضه، مفيش مشكله يعني نظبطه كده ونبقى ننزله برضو كده في ال أنا كنت شفت فيديو على النقطة دي، ما كانش في، كان في حاجات مش واضحة. ما فيش مشكلة يعني، خليها بس ايه، خليها ماشيين مع الكورس ده بس عشان هو الاسينشال، عشان ما نأفورش بس على الناس. وما فيش مشكلة يعني، الخطوة اللي جاية نبقى نحضر حاجة للأدفانسد، وبرضو لو عايز دي سبيشال يعني هبقى أقول لك عليها، ما فيش مشكلة بره المحاضرة يعني. ماشي يا باشا، شكرا. أي حاجة في اللي احنا خدناها تحت أمرك يا باشمهندس، تحت أمرك. لا تمام، واضح. طيب تمام.
ماشي يا جماعة، شكرا ليكم كلكم، وإن شاء الله يعني هحاول أضغط الدنيا خلال اليومين الجايين بحيث إن احنا نخلص بقى الكورس دوت، عشان الناس أعتقد إن الموضوع طويل أوي يعني، ومحتاجين يبقوا يلموا الدنيا دي كلها يعني وكده يقلوها. والفيديوهات هتنزل كلها برضو على الصفحة عندي يعني، لو حد عايز يتابع يعني، ولو في أي سؤال برضو هبعت. شكرا ليكم وأشوفكم دايما بخير يعني. مع شكرا السلامة. لك، مع مع السلامة. السلامة. مع السلامة.